تصدر سنوياً 7 ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد النصف النهائية، بما يعادل 3 ملايين طن من اليوريا و2 مليون طن من الفوسفات المعالج و2 مليون طن من الأمونيا، كما تنتج مئات الآلاف من أنواع الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية المركبة، كما أن هذه الصناعة تعرف انطلاقة جديدة في الجزائر عن طريق إطلاق مشاريع هيكلية أخرى من خلال هذه السنة، وعلى رأسها مشروع الفوسفات المدمج الذي سيسمح باستخراج ومعالجة 10 ملايين طن من الفوسفات الخام.